السلام عليكم. وعليكم. هاي، ازي حضرتك؟ كويس. فاكراني انا الشيف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه، كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. صح. When you were stalking me. أيوة انا ونامي. صح. I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ هتقومك ممكن اطلب منك طلب؟ شور، اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك، وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف، ام سوري، انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لك حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبت معاه الفرح ده، كنا انبسطت معاه. بس انا ما اعرفش حد خالص، ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه، ها، والبوليس جه، وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي وحاجه مصيبه. بس انا غلبان والله العظيم، انا عايز ارقص مع اي واحده عشان خاطري والنبي. خلاص خلاص خلاص، حرام. خلاص اوكي، هرقص معاك بس رقصه واحده بس. موافقه؟ واحده امك. ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان، جاست تن، براحتك. يلا ماشي. عايز ترقص ايه بقى؟ يلا تعالى. عادي زيهم، سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقصه معانا يعني؟ ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصه مايكل دي؟ معرفهاش. مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي؟ ها، وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه، والسحبه، عارفه اللي هي ام ساحب كده، سحبه. ماي جاد، فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. المهم يلا بينا. لا يلا بينا ايه؟ نرقص سنو زيهم. لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام، دول خواجات. لكن السنو ده حرام، وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها، حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انسي بقى الايام دي، الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه، انما ايه، حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق سجل على المريطيه. الله، بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر. يا بنت ما سويت على المريطيه عدل. ايه ده، ترعى فيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون، تروحي شقتك الجديدة، حاجة 75 متر في برج المدينة اللي على البيني. إنما إيه، تشوفي منه الهرم الأكبر. بس لازم تقفي في شباك المطبخ وتشبي قوي يعني، أو تجيبي حاجة وتقفي عليها. الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا مبسوطة قوي إنك هتسكنني في البيني ده. أنا كان كل حلمي أوضة وصالة بس في كعبيش. ولسه بقى في مفاجأة أكبر. إيه بقى؟ قدام عربية بجو 504 5 راكب، موديل 78، إنما إيه، حديدة، تخش بيها في الحيطة، الحيطة ما يحصلهاش حاجة. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس. لتبذير وبزخ على فكرة. بزخ ايه يا بنتي؟ دي لقطة ب16,000 بس. طب ومالها المكنة بتاعتك؟ ما هي مقضيانة اهي وما اشتكتش. على رأي المثل، خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوشو، بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ، الفراخ تبيض، نبيع البيض، نشتري كتاكيت، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفوش البيض مربح قد ايه. ده مشروع رائع، والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع، خلاص يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو، ده السلو المحترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي. بقول لك ايه يا سعد دل. اتفضلي. أنا أصلي حبيتك قوي قوي. أنا كمان. ونفسي أقولك على شوية حاجات كده حصلت لي في الماضي. قولي. هم حاجات بسيطة لا تذكر يعني. 12 قضية بس. ما تقوليش. أنا شفتهم فلاش باك قدامي كده. أصل أنا كمان الحقيقة حصلت لي شوية حاجات في السجن. تعرفت على ناس، أصدقاء، وحصلت لي شوية حاجات. بس أنا قلت لنفسي طالما ان بابليك ونو فيلينج يبقى سو وات. بس الحقيقه كان وحوش. بس اوكي اوكي. ما تقولش. ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي. حاسس اني بحلم. حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام، وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا، بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟
سوري حبيبي انا اعيش معك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا سو يلا يا مامي يا مرفلاي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعة؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصورة. يلا. بالعافية. شريهان تعالي معايا بليز، عايزة قاعدة للدريس. ماشي. أنا رايحة التواليت. باي. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟